سلام. عشنا أجواء رمضان مبكرا قبلها بأيام قليلة. محمود الجندي مع حفظ الألقاب، فنان موسوعي شامل، دراما، مسرح، سينما، بالإضافة إلى الغناء وتأليف الأغاني كمان. والأهم من كده هو أن يكون معنيا ومهموما بصناعة المواهب في بلده أبو المطامير. يقول كده لما اكتشف المواهب الفنية والغنائية ونحاول ان احنا ناخد بايديهم. اعتقد انه لو كل فنان، كل مثقف، كل شخصية عامة يعني يمكن انها تاخد الشباب الى الاضواء عملت كده، هنطلع المواهب اللي هي زي اللآلئ، تحتاج بس الى غواص ماهر لاكتشافها من اعماق البحر. عندنا مواهب كثيرة يعني. محمود الجندي مهموم جدا بهذه القضية الآن، وعشان كده هو معانا. أستاذ محمود أهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل. ومعانا أحمد السواحلي من المواهب اللي أنت فرقة يعني ابو مطامير. اكتشفتها في أبو المطامير. وأبو المطامير فرقة مسرحية ومواهب غنائية مختلفة ومتنوعة. بالظبط. طيب هقدم الفرقة الموسيقية كمان. كل طيبين. مارتن أيمن على الأورج، أهلا بيك. أيمن وديع ناي، أيمن أهلا بيك. ومحمد سليم العود، محمد أهلا بيك. وأحمد طارق الرف، أحمد أهلا بيك. عبد الله حسام الطبلة، أهلا بيك يا عبد الله. وعبد الرحمن محمد الرق، ومحمد سيد الكورال، وعلي إبراهيم أيضا كورال. استاذ محمود كل سنه وانت طيب. عايز ابدا طيب. معاك يعني قبل بقى ما نشوف احمد، بس مسلسلات رمضان، وانت في مسلسلات رمضان هذا العام، بس عايز ابدا معاك بما استأت منه، لان الحقيقه انا اثرت هذه القضيه كمان السنه اللي فاتت. لقيت بعض الفنانين الكبار بيشكوا زي فاروق الفيشاوي وهالة صدقي، يعني ربما في جلسات خاصه من ان ربما لم يحترم البعض مكانة الفنانين الكبار، سواء في الأفيش، في التتر، في أمور تانية. فبتقول لنا يعني كمان أنت عانيت من هذه الظاهرة؟ طبعا، بس لولا ان انا برضو محافظ على اخر لقاء كان بيني وبين حضرتك المره اللي فاتت. قلت لي انت مش بتبتسم ليه؟ انت فين الابتسامه؟ صحيح مش عايز دايما ابقى شكاي، وانما هو الجو المحيط بنا بيجبرني على كده. يعني كل سنه بتيجي بصطدم بنفس المشاكل اللي هي عدم التقدير، عدم احترام التاريخ. يعني لما اكون بشتغل بقالي 50 سنه في المهنه دي وقدرت الحمد لله يعني احصل على ثقه الناس اللي بتفرجوا، لما الاقي الناس اللي بتزعل المسلسل ما بتحترمش ده ولا بتقدره، احس بمهانه، فبالتالي لازم الواحد يكتئب ويتضايق. يعني طبعا، لانه كمان يعني تقدير الفنان بعطائه وبكل ما قدمه، مفيش حاجه اسمها بقى يقول لك اصله يعني ما اصل العامل التجاري دلوقتي انا ببيع بمين يعني. لا، بتبيع بمحمود الجندي بقى. يعني بالتاكيد انت لو بعت ناس هتشتري يعني اكيد، لكن هم بقى بيعملوا ايه؟ انا دخلت في دائره مغلقه. يعني المنتج اللي انا متفق معاه على المسلسل اقول له انت ليه اهملت في الافيش صورتي؟ ليه ما حطيتنيش مع في الافيش الكبير بتاع المسلسل؟ يقول لي والله دي مش مسؤوليتي، مسؤوليه القناه اللي خدت المسلسل. ازاي القناه هي المسؤوله؟ انت باع لهم قفص يعني في شويه ممثلين هم بيختاروا منه؟ يقول لي لا، هم اللي بيعملوا الدعايه بتاعت المسلسل. اسال القناه يقول لي اصل شركه الدعايه اللي احنا مدين لها الدعايه بتاع المسلسل هي اللي بتختار شكل الافيش. في دايره مش عارف مين فيهم المسؤول، كل واحد بيلقي بالكره في ملعب الغير ملعب يعني. الغير. لكن انا في النهايه يهمني، طب يعني واحد من دول ما حسش بقيمه المسلسل اسمه رمضان كريم، واثنين اخوات، واحد اسمه رمضان وواحد اسمه كريم، انا وسيد رجب. سيد رجب رمضان وانا كريم. ده المسلسل ده قائم اذا محمود الجندي المسلسل قائم علينا احنا الاثنين، على شخصيتين من بينهما محمود الجندي. مظبوط. يعني لما تجاهلوه تماما كده في الافيش، يعني شيء يعني يحزن. وبعدين كل سنه بصطدم بالحكايه دي، فانا قلت باب اولى ان انا اركز جهدي في الحاجه اللي بتجيب لي الثمره الصح.
اللي ربنا يكتبها لنا ان شاء الله في ميزان حسناتنا، ان انا ازاي اساعد اهل بلدي على انهم ينموا وينموا وجدانهم وينضفوا عقلهم من شوائب الفكر المتطرف. ده دور انا اعتقد ان هو اهم بكتير قوي من المسلسلات. طبعا انا شايف والله يا جماعه، يعني اللي عايز يواجه التطرف بجد او يواجه سقوط الشباب في الادمان وكل صور الانحراف المختلفه، انه يعمل زي ما بيعمل الاستاذ محمود الجندي، انه تعالوا بقى نشوف ازاي نساعد الشباب على نشوف ميولهم ايه ومواهبهم ايه ونساعدهم يعني. وده اللي انت عملته يعني. بالظبط. وهو الحقيقه انا مش دوري لوحدي في ابو مطامير. يعني ابو مطامير طول عمرها بنتعلم من اهلها، من وانا صغير وطفل هناك بتعلم منهم كل المبادئ والقيم الصح. حاولوا انهم يعملوا اصحاب التخريب، يعني حاولوا يعملوا فتنه ما بين الشعب المصري كله بين طائفتيه، ما نجحوش. وكان الرد العملي اللي انا بحب الفت النظر ليه، ان ناس ما هياش بالكلام بنقول احنا هنقف ضد الفتنه، لا ده بشكل عملي. يعني الكنيسه في ابو المطامير عملت دور مهم جدا، انها اقامت صرح كبير جدا، مستشفى كامل متكامل بكل الامكانيات الجديده فيه عشان علاج كل اهالي ابو المطامير، يخدم الجميع مسلمين ومسيحيين. ده من غير طنطنه ومن غير دعايه ومن غير شعارات يحيى الهلال مع الصليب ولا هتافات ولا حاجه خالص. الناس عملوها في صمت وجمعوا من بينهم هم تبرعاتهم واقاموا هذا الصرح، ولغايه النهارده هم متعسرين في التصريحات بقى، تصريحات وزاره الصحه، تصريحات مش عارف عشان استيراد بقيه الاجهزه. يعني فانا بلفت يعني النظر بوجه الشكر. اتمنى المسؤولين في وزاره الصحه يستمعوا لهذا الكلام، اذا كان في مشروع صحي طبي حتى هيعبر عن الوحده الوطنيه الحقيقيه. بالزبط. فازاي يعني يبقى في عقبات يعني. بالزبط. احنا لازم ننمي ده، ننمي كل واحد عنده هذه الرغبه في هذا السلوك ننميها له، لان هو ده الرد الفعلي على وقد الفتنه في مهدها يعني. طيب قبل ما اسمع احمد بقى، لا لازم اسمعك بقى بتغني تاني، احنا سمعنا منك المسحراتي بديعه يعني والله بجد يعني. الله يخليك. يعني نغني ايه تاني دلوقتي؟ ما احنا النهارده انا جايب احمد يشيلني ان علشان ما انا اسمع احمد دلوقتي بس. طيب. عشان نبدا مع الناس.